عباسة وكأنا ما ننسيها. بارك الله فيك. في الذكرى الخامسة لاغتيال الشهيد لطفي ناقد تشرفت اليوم مقابلة رئيس الجمهورية اللي عبر لي على انشغاله على العائلة على الصغار وسألني على سير القضية. قضية في 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 مرحلة الاستئناف، إن شاء الله ينصفنا القاضي المرة هذه، وإن شاء الله الشهيد ياخذ حقه في دولة القانون والمؤسسات.